راديو النيل إذاعة نغم اف ام. اولا مبروك على التكريم ونورت مصر. حضرتك طبعا فنان كبير راغب علامة، عايزه اعرف شعورك وانت على دار الاوبرا المصريه مسرحها الكبير. شعور عظيم، كل الفرح كل السعاده كل الحب يلي بنيته مع شعب مصر على مدى 30 اكثر من 30 سنه. وانا حبيت انه الليله اتقصد اني اغني الاغاني دي اللي انا طلقت فيها برضو من مصر، اضافه الى الاغاني الجديده، ولحتى نعمل كده زي شريط حياه. فهو التكريم بالنسبه لي، انا وجودي هنا هو تكريم بصراحه، يعني كان التكريم فوق التكريم الحقيقي. نورت مصر والف مبروك على التكريم. شكرا. حصريا على الهواء مباشره حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 31 من مسرح نافورة بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر ل 3 نوفمبر على نغم FM.